نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يلزم لحضور أجر الجنازة الكامل الذي هو القراط أن يخرج من دار بيته أو دار بيت المتوفى ثم يصلي عليه ثم يخرج معه إلى المقبرة؟ أقول إذا ذهب إلى بيت الميت وشاركهم في تشييعه إلى المسجد ثم إلى المقبرة حصل على قراطان، على قراطين. وإن شهد الصلاة فقط فقراط واحد.